من البرنامج الفني للبرنامج الثقافي. والحقيقة ما زلنا في استمتاع كبير جدا بمعالي وزيرة الثقافة بالأردن السيدة هيفاء النجار. الحقيقة احنا سعداء بوجود حضرتك. شكرا. وخلينا برضو مستمتعين احنا هنا في المسرح الجنوبي. صحيح. وهو ايضا بديع يعني بالقرب من مسرح الافتتاح. فالمنطقة كلها الحقيقة فعاليات كثيرة جدا. يعني ذكرنا أن الثقافة لا تبعد أبدا عن السياسة. إذا كانت السياسة قوية أو لم تكن قوية لابد أن تكون الثقافة قوية. صحيح. لأن الثقافة تروي الإنسان وتشحذ الهمم. صحيح. وتساعده على التحمل وتساعده على رفع الصوت والاستمتاع بالأغاني والشعراء. ما هي إلا صدى للإنسان أين يعيش وكيف تعلم وماذا يصدر إلى العالم. تكلميني عن الأسماء والعناوين المتصدرة في مهرجان جرش هذا العام. شكرا ستي. أولا هو مهرجان فني، مهرجان جرش الثقافي الفني. وبدون الثقافة هي ليست البعد السياسي، هي تتقاطع مع البعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي. فعاليات مهرجان جرش فعاليات منسجمة تماماً مع القيم الوطنية الأردنية بما يتعلق بالعلاقة بين الثقافة والسلوك. فعاليات متنوعة على مستوى الفنون، على مستوى الفن التشكيلي، على مستوى الحوار والفكر. المثقفين العرب موجودين من كافة أنحاء الدول العربية. الحوار النقدي موجود، النقد البناء موجود. الفرق الفنية من كافة أنحاء. الفرق الفنية بديعة. أقول لحضرتك إحنا موجودين في الفندق فبنسمع البروفات، فتلاقي هنا فرقة بتغني مثلا من مصر، فرقة بتغني من العراق، فرقة بتغني من فلسطين. النهاردة الحقيقة فرقة الخاصة بدلالة أبو أمنة حاجة بديعة. يعني يقدمون يعني تراث وكنز يحافظون به من خلال فرقة. يعني الحقيقة حاجة يعني الأردن كلها بتعيش حالة جرش. بالتأكيد هذا هو اليوم. جرش كما قلت بقلب العالم العربي، بقلب الأردن كما هو الأردن بقلب العالم العربي. صحيح. نحن نجمع بفعالياتنا كل العالم العربي. معنا دلال أبو آمنة من فلسطين، معنا إبداع شبابي من العراق، من مصر، من السعودية، من كافة أنحاء العالم العربي، ومعنا فرق من كافة أنحاء العالم. المهرجان يتميز بأنه مهرجان للعائلة. صح. اليوم أي عائلة. سعدت في البداية أننا نسمع أصوات الزائرين. اليوم الثقافة لا تعيش بعزلة عن السياحة. اليوم البرنامج المهرجان جزء من تنظيمه كان وزارة السياحة. صحيح. لأننا نعي تماماً أن السياحة في الأردن لا نريد للسائح العربي أو العالمي أن يأتي من كل أنحاء العالم لأن يزور جرش مرة واحدة. نريده أن يعيش التجربة الجرشية، أن يعيش التجربة الأردنية، أن يعيش المأكولات الأردنية. نعم. أن يعيش الكرم الأردني. إذن معليك نتحدث الآن عن سياحة التجربة، وهي يعني نوع من أنواع السياحة المطلوبة. صحيح. وبإمكاننا أن يعني تكون متوفرة لدينا، لأنه بالأساس إحنا شعب منحب الضيف، منحب المضيافين، منحب بالعكس أن نستضيفه عندنا في البيت بالعكس عشان يعيش التجربة. صحيح. سواء كان من جرش أو من السلط أو من كل محافظات المملكة ومدنها. لما تحدث أيضا عن هذا المهرجان ذكرتي بأنه للناس، هو مهرجان من الناس وإلى الناس. المجتمع المحلي هو أساس. صحيح. في هذا المهرجان وأهالي جرش من خلال المعارض، من خلال الحرف التي يقدموها. نتحدث عن هذا الجانب تحديدا وكيف ممكن. صحيح أنه يكون هناك تكامل اقتصادي ورفض أيضا للاقتصاد والسياحة. أنا إذا كان هناك زائر من مصر إجا وشاف الحرف اليدوية الأردنية، إذا أنا عكست ثقافة وفدت الاقتصاد بنفسه. صحيح. أنا حكيت اليوم عن الصناعات الثقافية الإبداعية والسياحة والثقافة والسياحة الثقافية وثقافة السياحة. هذا كله جزء من البعد التكامل الشمولي. وإذا ما شعروا أهل جرش أن هذا المهرجان يعكس على جودة الحياة، على نوعية حياتهم، يعني وكأنه المهرجان مش جزء منهم. نحن نريد للمواطن الأردني
أن يشعر أن هذا مهرجان وهذا مهرجانه، هذا مهرجان جرش وأهل جرش. بلدية جرش كانت موجودة ورئيس البلدية تحدث اليوم عن هذا الفعل الشمولي التكاملي، كما نحن تشاركنا مع بلدية جرش وبلدية جرش تشاركت مع وزارة التنمية المحلية. نحن لا نعمل الشباب، وزارة الشباب معنا، التنمية الاجتماعية معنا، التربية معنا، نحن نعمل في هذا البلد ضمن توجهات مجلس الوزراء الأردني، بننطلق من توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية، من هذه القصة الوطنية، من الصمود الوطني. يكون العمل تكاملي. بالتأكيد عمل تكاملي وشمولي من أجل الاستمرارية والمؤسسية وبضمن حاكمية جيدة وتفاعل حقيقي مع المواطن الأردني. في البداية تحدثنا عن الاستمرارية، الاستمرارية لا تكون إلا بدافعية ذاتية، الحفاظ على التسارع. بالتأكيد الحفاظ على التسارع ضمن تنمية اقتصادية شمولية، سياسة، اقتصاد، إبداع، تربية، صحيح. إيمان حقيقي بالتعلم الدائم المستدام، بالتعلم بشكل منفتح نقدي وشعور إيمان حقيقي بأننا نقف هيك بعزة وكرامة طبعاً. على أرض هذا الوطن.